السلام عليكم اخوان، كلشي مزيان، كلشي بخير. انا مع الحاج عبد اللطيف. الله اكبر، اجنحه الخير، الله يعطي اي واحد فيه الخير وورا فيه الخير. الله يحفظك. الا ما جابنا لهذا المقام هذا وقف معانا ورانا كاع الاجواء كي دايره وكاع كلشي مناسك كيدوز. الحمد لله داس، الحمد لله مع الحاج عبد اللطيف. اللي بغى يمشي شي رحله يجي عند الحاج، مرحبا به. انا ولد القريه وفات لي، جيت مع شي ناس ولكن بحال اول مره جيت مع السيد هذا. الله يطول ليه في عمره، الله يا ربي يامن لنا ولا يا ربي يا ربي يعطي علاقه حسب نيتو. نيتو زوينه، جاب معنا الزوين، الله يسهل عليه. اللي بغى يتوكل على الله ها هو الحاج، الله يطول ليه في العمر وان شاء الله نعاودوها معاه يا رب. ان شاء الله مرحبا. ان شاء الله يا رب، يرحم بها الوالدين. بارك الله فيك. الاستاذ الفاضل السي يوسف خدمير، مرحبا. النواره ديال هذه الرحله، نسال الله عز وجل ان يتقبل منا هذه العمره وان يجعلها يا رب العالمين في ميزان حسناتنا يوم تعرض الصحائف ونشر يا رب العالمين، وان يحفظنا يا رب العالمين في ابداننا وفي صحتنا وفي اوطاننا وفي كل غال علينا يا رب العالمين يا رحم الراحمين، وان يجعل يا رب العالمين الخطى في ميزان الحسنات يوم لقاء الله عز وجل، و أن يردنا إلى بلدنا الحبيب في أحسن الظروف والأحوال إن شاء الله تعالى، وأن يبارك يا رب العالمين في الجميع، إنه ولي ذلك والقادر عليه ومولاه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. إذا استريح للفقيه، أحمد الله، أحمد الله، شنو مال الحمد لله الأمور اللي الحمد لله ترسخت في الذاكرة؟ الحمد لله الرحلة، الحمد لله كانت رحلة مباركة طيبة، مباركة طيبة الحمد لله. يعني وصلنا، كانت هناك وصلات وجولات يعني الحمد لله، وهذا امر طيب الحمد لله. بارك يعني الله فيك. كانت فيه العباده الحمد لله جليله، نسال الله عز وجل ان يتقبل من جميع الظلامين. وعليكم بايدير، مرحبا. وعليكم السلام ورحمه الله. هي الارتسامات من هنا عن الرحله. الرحله تجري بخير وعلى خير، اللهم لك الحمد. هادي زايد ربي الخير، عندي ربي نشكي راس، ورزا وديان داوديان، ورغي راوديان، الحمد لله ونشكي راوديان، هادي زايد ربي الخير، والله يجازيك بخير، الله يرحم والدين. بارك الله فيك. الله يرحم والدين. ويسهل عليك ويزيد ربي على خير. يا رب امين. يقبل ربي العمل. امين رب العالمين، الله يسهل عليك، عليك يسخر بك ان شاء الله يسخر بك. امين. ورزقي لاوديان ورزقي لاوديان، جاي خير وعلى خير. أكوزين. سي حسن ديالنا، كيفاش دازت الرحلة؟ شنو الارتسامات ديالك؟ الحمد لله الرحلة دازت مزيان الحمد لله، خصنا مازال زيادة ديال الوقت. ما كفاتكش؟ ما كفاتكش 15 يوم؟ ما كفاتناش، باقي خصنا زيادة ديال الوقت إن شاء الله. مزيان إن شاء الله نعاودها فيه إن شاء الله بحول الله. مزيان، راه أجنحة الخير فكرات فهاد الناس اللي كيبغيو الوقت بزاف، راه جاية عمرة ديال شهر إن شاء الله. إن شاء الله بحول الله. فيها النص ديال رجب والنص ديال شعبان. جزاكم الله بخير. الامور بخير الحمد لله والشكر ما غيرك حد، ما الامور ايوا الحمد لله بخير. نشكرك انت على الخدمات اللي قمت بها وعلى الاجتهاد اللي اجتهدتي مع المعتمرين، الله يتقبل العمل. السي احمد اوفلي، هذا من المجاهدين ديال هذه الرحله، من الناس اللي قاموا بالواجب مع المجموعه ديال التنزولين. تفضل. مرحبا السي لطيف، كنشكركم وكنشكر وكاله اجنحه الخير، وكالة زعما قمت بدور جميل جدا بالنسبة للرحلة. كنشكرها بزاف وكنتمنى إن شاء الله نعاود هذه الرحلة شي مرة أخرى إن شاء الله. إن شاء الله مرحبا. الحج إن شاء الله. بإذن الله تعالى. نطلب الله التوفيق. أنت دابا راه السفير ديالنا في منطقة زاكولا تنزولين. إن شاء الله. الله يوفق. يا رب العالمين يا رب العالمين. سي محافظ مرحبا. بسم الله الرحمن الرحيم، أحمد الله وأشكره. الحمد لله الذي يسر لنا هذا، الحمد لله نبارك الاخوه على هذه العمره، ونسال الله سبحانه وتعالى ان يتقبل من الجميع وان يكون هناك اخلاص. والحمد لله كنشهدوا لهذه الوكاله بالخير، لان يعني التقطير جد منظم وكل شيء الحمد لله داز بخير، ونتمنى ان شاء الله نوصلوا بخير وعلى خير. الله يوصيكم بخير وعلى خير، الله يحفظكم. عائشة حبيبي، كي دازت الرحله عندكم؟ زوينه بزاف. نسخيناش نمشيو وزوينه بزاف، والله يجازيك بخير وسعدتينا بزاف وكلشي صافي. ياك ما قصرنا في شي حاجه؟ لا لا لا، ايوا الحمد لله. شكرا شكرا الحاج، الله يجازيك بخير. الله يقبل العمل. الله يرحم والديك، على خير بخير الحمد ربي، عطينا مش
زريت الامور انه كل شيء صادر و... نعم وارتوحيلت شوية يعني... والحمد لله يقبل ربي العمل اللهم امين. الحاجة أفلي الحمد لله زري الرحلة الحمد لله الشكر الحمد لله الشكر نزري الفرايد بخير وعلى خير الله يتبع العمل نغلى وين مسلم نغلى وين مرشد نغلى من مين مسلم يا ربي امين كل شيء المسلمين رب العالمين رب العالمين عقبال الحج الله يشتي ربي الحج العمرة ان شاء الله يا ربي كل مسلم جميعا اللهم امين. الله يقبل العمل. الحاج بويكيري وخدتي من زري الرحله بعدا مزيان والحمد لله سيدي يكمل ربي السيرفيس على خير ان شاء الله كل شيء حلاوه وان كل شيء حلاوه وان كل شيء يهنا كل شيء حسب اللهم يا رب ويكمل ربي السيرفيس على خير يكمل ربي استخصام يا الحمد لله كل شيء زريميا العقبال المعاوده ان شاء الله يكون نهوي كم غنتي عقبال المعاوده ان شاء الله قرب ما شاء الله اللهم يسر سير ولا يعطر ان شاء الله الله يقبل العمل الله يقبل العمل ونون 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 هو الحاج اللي سي عبد اللطيف احسن وكاله في القريه عندنا وفصلها جميع احسن وكاله جيت معها اول مره والله لو فرح لي قلبي بزاف احسن وكاله هو سي عبد اللطيف والله اجنحه الخير نطلب الله يكمل امين يا رب يا رب ان شاء الله تعالى سنوصي الناس ديال القريه كاملين ان شاء الله لا كان شي واحد من عندنا من العائله ولا من الاصدقاء ولادها السي عبد اللطيف والله الا اقسم بالله ماشي تنحلف على هذا على هذاك الشيء معتبر والله لا في الطيران ولا في كل شيء كل شيء والله اجنحه الخير والله العظيم لا اجنحه الخير بالله كله فيها مستقام أقسم بالله لخدمات على أحسن ما يرام بدون نفاق والله العظيم إنها معاملة أخلاقية وصادقة. السلام عليكم. الله يقبل. الحمد لله الحمد لله